مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. لكن قبل أن نبدأ حلقتنا نستعرض معكم العناوين. الأوروغواي تواجه البيرو في آخر مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا. الأرجنتين تتجاوز فنزويلا وتبلغ قبل نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية. نادي الوثبة يرفع كأس سوريا بكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه. أهلا بكم مشاهدين الكرام. انطلقت قبل قليل المباراة الرابعة والأخيرة من منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس الأمم الأمريكية الجنوبية، والتي تجمع بين الأوروغواي والبيرو على ملعب أرينا بوكو. لنتابع التقرير التالي ونعود للنقاش. يختتم منتخبا أوروغواي وبيرو منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية عندما يتواجهان في المباراة الرابعة والأخيرة لربع نهائي كوبا أمريكا، وذلك على ملعب أرينا برنامبوكو بمدينة ريسيف البرازيلية. وبلغ منتخب أوروغواي هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط. كانت حصيلة الانتصار على كل من تشيلي والإكوادور والتعادل مع اليابان. ويرغب المدير الفني للاسيليستي المخضرم أوسكار تاباريز لتجنب فخ منتخب البيرو من خلال الدخول للمباراة بتشكيلة مميزة من اللاعبين، وفي مقدمتهم المهاجمان المرعبان أديسون كافاني ولويس سواريز، ومن خلفهما المدافع المتميز دييغو غودين. ويمتلك منتخب أوروغواي ثاني أقوى خط هجوم بالبطولة بعد البرازيل بعد أن سجل 7 أهداف في الدور الأول. بالمقابل دخل مرمى هدفان فقط، لذلك يسعى الأوروغواي المنتخب الأكثر تتويجا بلقب كوبا أمريكا 15 مرة أن يثبت أنه أفضل منتخبات القارة من خلال تحقيق الانتصار وبلوغ نصف النهائي. من جهته يبدو المنتخب البيروفي الذي نجح في تقديم عروض مميزة بالدور الأول بغض النظر عن خسارته الكبيرة أمام البرازيل بخماسية نظيفة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يطمح لتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار بالبطولة اللاتينية لمحو آثار الهزيمة القاسية أمام البرازيل في الدور الأول من خلال تقديم المستوى القوي الذي قدمه بأول جولتين بدور المجموعات. وتأهل منتخب بيرو كأحد أفضل منتخبين حلاب المركز الثالث في المجموعات الثلاثة بالبطولة بعد أن حصد 4 نقاط من تعادل مع فنزويلا وفوز على بوليفيا وهزيمة أمام البرازيل. وسيعول الأرجنتيني ريكاردو غاريكا المدير الفني لبيرو على فعالية مهاجمه الهداف باولو غيريرو الأفضل في تاريخ البلاد لإحداث الفارق باللقاء والذهاب بعيدا في كوبا أمريكا. هذا والتقى المنتخبان من قبل ب39 مرة. فازت أوروغواي في 23 مباراة، فيما فازت البيرو ب11 مناسبة، كما تعادلا في 5 مواجهات. وكان الفوز من نصيب البيرو بهدفين لهدف بآخر لقاء جمع بين المنتخبين بتصفيات كأس العالم عام 2018. نعم مشاهدين الكرام، ولمناقشة محاور حلقة اليوم ينضم إلينا من سويسرا الكابتن سليمان يوسف النجم السابق في ناديي الجهاد وتشرين والمدرب الحالي لشباب نادي تانجين السويسري. فأهلا ومرحبا بك كابتن سليمان على شاشة قناة اليوم. مساء الخير أستاذ عبد الجبار لك وجميع مشاهدي قناة اليوم. أهلين كابتن. كابتن سليمان، مباشرة ندخل في مضمون حلقة اليوم. مباراة من العيار الثقيل لا تقبل بأنصاف الحلول. الأوروغواي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كوبا أمريكا 15 مرة، يلاقي البيرو، البيرو الذي انهزم في آخر الجولات أمام منتخب البرازيلي صاحب الضيافة بخماسية بيضاء. طبعا استاذ عبد الجبار، هو اليوم ختام منافسات ربع النهائي، راح تكون مواجهه صعبه كثير.
اذا عدنا للتاريخ، المنتخب الارجواني والمنتخب البيروفي كل منهما سوف يلعب المباراه التاسعه في الربع النهائي كوبا امريكا. المنتخب الارجواني فشل فقط مرتين بالتاهل للنصف النهائي اللي كان عام 93 ضد كولومبيا وعام 2015 ضد تشيلي، بينما المنتخب البيروفي تاهل فقط ثلاث مرات على مستوى البطوله اللي كان عام 1997 و2011 و2015. ولكن المنتخب الارجواني يتفوق على المنتخب البيروفي بالمواجهات، 20 مواجهه في الربع النهائي استطاع المنتخب الارجواني الفوز ب 12 مباراه وخساره مبارتين وتعادل في 6 مباريات. ولا ننسى طبعا استاذ عبد الجبار انه المنتخب الارجواني تصدر المجموعه الثالثه، بينما المنتخب البيروفي كان احتل المركز الثالث في المجموعه الاولى. صحيح كابتن سليمان، يعني بصراحه فعلا ما ذكرته كله صحيح ودقيق، لكن المنتخب فعلا المنتخب الاوروغوياني هو افضل ثاني يضم ثاني افضل خط هجومي في البطوله بتسجيله لسبعه اهداف كما ذكرنا في التقرير، وبينما المنتخب البيروفي حقق فقط فوزا على منتخب البوليفي المتواضع في الدور الاول، ومني بخساره قاسيه كما ذكرنا امام سيليساو. استاذ عبد الجبار، هلا اذا بنحكي بالامور الفنيه، هلا نحكي حكينا التاريخ، هلا الامور الفنيه طبعا المنتخب الارجواياني لديه افضل ثنائي الهجوم اللي هن لويس سواريز وكافاني، والمدرب تاباريز يعلق كثيرا على اللاعبين لانه عم يلعب بخطه 4 4 2 وحريه الهجوم لسواريز وكافاني، بينما المنتخب البيروفي كاريكا راح يلعب 4 2 3 1. طبعا هاي الخطه خطه دفاعيه في حال الهجوميه والحاله الدفاعيه لها خطط كثير ولكنها منتظمه دفاعيا. على الرغم طبعا من الكل من الترشيحات والتوقعات طبعا تصف في صالح الاورجواي بصفتي الاكثر خبره والاكثر اكتمالا للصفوف، اضافه الى انه كما ذكرت بالتقرير استاذ عبد الجبار انه من هو ملك كوبا امريكا، طبعا الاكثر فريق فائز باللقب، ولكن سوف يخوض اللقاء بكثير من الحذر، ولانه سبق ان فجر بيرو مفاجاه في البطوله بإيقاعها بمنتخب السامبا في دور المجموعات عام 2016. طبعا المنتخب البيروفي ايضا استاذ عبد الجبار يمتلك من الحماس والامكانيات ما يجعله ندا قويا لمنتخب الارجواي، ويعتمد غاريكا على فريق يضم العديد من الموهوبين بقيادة المهاجم الخطير كما ذكرت باولو غيريرو. نعم كابتن سليمان، فعلا المواجهة ستكون مثيرة والتجري الآن في آخر مواجهات ربع نهائي، لكن فعلا هناك غزل قبل بداية المباراة بين مدربي الفريقين المخضرم تاباريز وغاريكا الأرجنتيني، الاثنان تغزلا في بعضهما، الاثنان مدحا بعضهما، ومنتخبا الأرجنتيني مدح منتخب الأوروغواي قال أنه أفضل منتخبات البطولة وهو قادر على الذهاب بعيدا، وفي المقابل تاباريز قال أن خسارة البيرو لا تعني أنه منتخب ضعيف وهزيل، يعني المواجهة مفتوحة الاحتمالات. طبعا استاذ عبد الجبار، هلا الغزل قبل المباريات امور عاديه، طبعا المهم هي المباراه، المهم من يتاهل وليس من يتغزل. المنتخب الاورجواياني طبعا منتخب له خبره ومنتخب عريق، ولديه تباريز لديه العديد من الاوراق ليفوز بهذه المباراه، عنده افضل مدافعين في الدوري الاسباني، وعنده ثنائي كما ذكرنا ثنائي هجوم، وعنده اما البيرو فيفتقد، انا برايي البيرو اقل قدره انه يواجه فريق الاورجواي، يعني في هاي المواجهه انا بسال اذا ما صار في مفاجات، الاورجواي اقرب لنصف النهائي. طبعا سنتابع النتيجه الليله، نبقى في كوبا امريكا انما بعد فاصل قصير.
حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في دور نصف نهائي كوبا أمريكا بانتصاره على منتخب فنزويلا بهدفين دون مقابل. ففي المباراة التي أقيمت على استاد ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لم يمهل المنتخب الأرجنتيني منافسه الكثير من الوقت، عندما افتتح مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز التسجيل لمنتخب بلادي بحلول الدقيقة 10. وفي الدقيقة 74 عزز جيوفاني لوسيليسيو تقدم الأرجنتين بإحرازه الهدف الثاني بعد متابعته لتسديدة سيرجيو أغويرو والتي ارتدت من الحارس الفنزويلي في الشباك، ليحجز التانغو مقعده في نصف نهائي ضاربا موعدا ناريا ومرتقبا مع غريم التقليدي البرازيل في كلاسيكو الكرة العالمية. وفي مباراة أخرى بلغ المنتخب التشيلي حامل اللقب الدور نصف النهائي للبطولة بتخطيه لعقبة المنتخب الكولومبي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين من دون أهداف. نعم كابتن سليمان، أخيرا يعلن التانغو راقصو التانغو عن أنفسهم كخصم مدافع عن رقمه الجيد، الرقم الوصيف في إحراز عدد مرات الفوز في كوبا أمريكا، طبعا يلي الأوروغواي بعدد مرات الفوز ب14 لقبا، يتخطى عقبة المنتخب الفنزويلي بهدفين في غياب شبه كامل ليونيل ميسي. استاذ عبد الجبار، المنتخب راقصي تانغو طبعا حجز موعده في الكلاسيكو مع المنتخب البرازيلي، وطبعا كان هو الاجدر والاحسن حظا، ودخل منتخب الارجنتين المباراه من بدايتها مصرا على الفوز ومهاجما لتسجيل هدف مبكر ينهي امال الفنزويليين في المباراه. الا ان مستوى المنتخب الارجنتيني كان متارجحا في بعض اوقات المباراه، والخطوط ثنائي الهجوم كان احيانا منعزلا عن خط الوسط وخط الدفاع، الا ان فريق فنزويلا هو كان الطرف الاضعف في المباراه رغم تواضع خطوط الدفاع لراقصي التانغو. كابتن سليمان، باعتبارك مدرب وخبير بعالم كرة القدم، يعني لاحظنا فعلا غياب وانعزال كامل ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو مع خط وسط التانغو، السبب برأيك في عزل هؤلاء في هذه المواجهة المصيرية لمنتخب التانغو في الدور الثاني؟ طبعا أستاذ عبد الجبار، الثلاثي الهجوم كان منعزل، يمكن الكل شاهد الكل بيعرف الخطوط كانت متباعدة، الفريق الأرجنتين لعب بخطة 4-1-2-1-2 هاي في الحالة الهجومية، أما في الحالة الدفاعية فكان عطى لمارتينيز وأغويرو وأكونيا بالرجوع إلى الخلف، فكان في الحالة الدفاعية الخطة تحول ل4-2-3-1، أما بعدم تطبيق الخطة يبقى الثلاثي الهجوم منعزلا عن خط الوسط وخط الوسط منعزلا عن خط الدفاع منعزلا عن خط الهجوم، وهذه المشكله صارت بعدم تنفيذ ما كان قرره المدرب الارجنتيني اسكالوني، بينما فريق فنزويلا لعب ب 4-1-4-1، انا برايي خطه دفاعيه بحته مع اعطاء بعض الحريه للويس دي بينو في الهجوم، ولكن او داروين ماتشيز في الهجوم، ولكن لم يسفر عن شيء. انا برايي الفريق الارجنتيني هو كان الافضل. طبعا احنا ما حكينا فنيا، اذا بدنا نحكي على الفرص استاذ عبد الجبار، وليش ميسي لم يقدم المستوى المطلوب، الفريق الفرنسي لعب بجماعيه استطاع فيها نوعا ما انه يوقف ميسي، وميسي طبعا ميسي الساحر الذي قدم مستوى متواضع جدا بتمريرات غير دقيقه ولم يشكل اي خطر على برايك عفوا على المقاطعه كابتن سليمان، برايك متى يظهر ميسي هذا السحر الكروي الذي كان يظهره في ملاعب كاتالونيا والملاعب الاسبانيه والملاعب الاوروبيه وصاحب 5 كرات ذهبيه؟ اين هذا السحر الغائب عن الساحر الارجنتيني ليونيل ميسي؟ استاذ عبد الجبار، في جميع في كره القدم طبعا اللاعب اذا كان مرتاح
بيعطي طبعا. ليش الفرق بين منتخب الارجنتين وبرشلونه؟ ميسي افضل لاعب مع برشلونه ولكنه لاعب متواضع مع الارجنتين. فهناك اما مشكله في اللاعبين، تفاهم اللاعبين مع بوجود ميسي، او هي مشكله في الخطه التي يلعب فيها سكالوني، او هي عدم اعطاء الراحه الكامله او الحريه الكامله لميسي كما يلعب مع برشلونه. فانا برايي هناك مشكله فنيه، مشكله فنيه في الفريق. وحتى الفريق الارجنتيني استاذ عبد الجبار اذا تابعت المباريات الاولى، الكل كان يمسك اي لاعب يمسك طابه يطلع على ميسي، وين ميسي مشان يعطيه الطابه. طبعا هذا يؤثر على اللعب الجماعي لفريق الارجنتين. نعم كابتن سليمان، يعني هذا أتوقع في حتى سكالوني لا يجيد ترجمة أو توظيف طاقات ميسي في المباراة. قبله المدرب الآخر لم يستطيع توظيف طاقات ميسي للأرجنتين، وقبله لم يستطع أحد توظيف طاقات ميسي ليظفر المنتخب الأرجنتيني بأي لقب حتى الآن. ميسي خسر 3 نهائيات، طبعا نهائي كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، وآخر نسختين من كوبا أمريكا أمام المنتخب تشيلي. بالضبط أستاذ عبد الجبار، التوظيف يا أما المشكلة هي مثل ما قلنا فنية، يا أما هي المشكلة في ميسي بذاته، يا أما غير مرتاح في اللعب مع اللاعبين الموجودين أو التشكيلة الموجودة مع ميسي. اللاعبين مثل مارتينيز، أغويرو، مع أنه هن أفضل المهاجمين، أو مع ديبول او اكونيا في الوسط. اما بعكس ميسي، هو ميسي، ميسي هو ميسي في الارجنتين وهو ميسي في برشلونه، ولكنه افضل لاعب في برشلونه واسوء لاعب في الارجنتين. فانا برايي المشكله تكمن في ميسي نفسه وليس في المدربين. طيب كابتن سليمان، نمر سريعا ايضا منتخب السامبا يعزف على أنشودة التتويج باللقب، طبعا بعد فوزه الخجول على الباراغواي بركلات الجزاء. منتخب السيليساو فعل كل شيء الا تسجيل الاهداف في الوقت الاصلي، لكن الحظ وضربات او ركلات الجزاء الترجيحية او ركلات الحظ كما نسميها وقفت الى جانب اصحاب الارض و تأهلوا إلى نصف نهائي البطولة. أستاذ عبد الجبار، طبعا فريق البرازيل صاحب الأرض وصاحب الجمهور، فريق غني عن التعريف، وهو فريق طبعا متخم بالنجوم أستاذ عبد الجبار، وهو من أفضل الفرق. طبعا أنا برأيي على مستوى تاريخيا إذا أجينا نظرة عامة عن منتخب البرازيل، البرازيل من افضل الفرق اللي كانت تلعب بايام 86 وايام 90 في كاس العالم. هو افضل فريق كان يعطي متعه للمشاهد، يعني يوم كان يلعب البرازيل تعرف انه في متعه للمشاهد، الكل كان يشجع مع حتى بجمهور البرازيلي والمعلق البرازيلي عندما كان يعلق على الاهداف ايام زيكو وسقراط. فتاريخيا البرازيل من افضل الفرق اللي تلعب كره قدم، ولكن في الآونة الأخيرة اختلفت الظروف، اللاعبين تغير، الخطط تغيرت، أصبحت الفرق الأخرى طبعا في تطور مثل البرازيل أو يمكن تفوق على البرازيل، ولكن يبقى برازيل متعة كرة قدم. أما في فيرت الفينال في كوبا أمريكا، البرازيل منتخب البرازيل طبعا المباراة اللي لعبها كانت مباراة السعر. صحيح. لأن ليش مباراة السعر؟ طبعا هو مباراة السعر لأنه المنتخب الباراغواني أقصى المنتخب البرازيلي 4 مرات. نعم. وأيضا في ربع النهائي بركلات الترجيح. وفي عام 2015 و2011، ولكنه 4 مباريات في مواجهات كوبا امريكا فاز المنتخب البرازيلي فوز 1-3 تعادلات واخرها 2015. فاذا المباراه كانت صعبه جدا، مباراه السعر، ولكن استطاع تيتي بخبرته ان يخرج من عنق الزجاجه ويفوز على الفريق البرازيلي. ولكن فنيا
الشوط الاول بين طبعا الفريقين، اذا حكينا فنيا استاذ عبد الجبار كان البرازيل اكثر استحواذا وتحكموا بالكره واكثر هجوما ومبادره على مرمى الباراغواي، الا ان جميع المحاولات في الواقع كانت خجوله وبشكل اي خطوره، عكس منتخب الباراغواي الذي حدد مرمى البرازيل عند الدقيقه 21 وكاد ان يسجل من خلالها هدف تقدم لولا مباراه الحارس اليسون. اما في الشوط الثاني فبدايه الشوط الثاني تحسن اداء منتخب البرازيل بعد طرد فابيان مدافع باراغواي عند الدقيقه 58 بعد اعاقته فيرمين توريس، كان مفردا تماما بالمرمى، وحاول البرازيل استغلال النقص العددي عند المنتخب البارغواياني واستغلال مساحات في النصف ساعة الأخيرة وكسف الهجمات على مرمى البارغواي وتك معقد البارغواياني وخلق فرص خطيرة وأبرزها تسديدة ويليان التي قدمت بالقائم الأيسر، ولكن جميع هذه الفرص باءت بالفشل والنتيجة النهائية هي التعادل السلبي. والجزاء طبعا أستاذ عبد الجبار الجزاء هي ضربات الحظ كما قلت، وانا برايي المنتخب البرازيل هو يستاهل انه يفوز حتى بكوبا امريكا بكاس كوبا امريكا. نعم كابتن سليمان، طبعا سنعرف من سيتوج بلقب كوبا امريكا، هناك مواجهه كلاسيكو الارض كلاسيكو العالم بين الارجنتين والبرازيل فجر الاربعاء، سيجري بين منتخب التانغو بقياده ليونيل ميسي ومنتخب السامبا بقياده زميله في برشلونه كوتينو. سنبقى وسنحلل تلك المباراه، لكن الان ننتقل الى الكره السوريه لكن بعد فاصل قصير. توج نادي الوثبة بلقبه الأول في مسابقة كأس سوريا لكرة القدم بفوزه الصعب في المباراة النهائية على الطليعة بركلات الجزاء الترجيحية على أرضية ملعب تشرين بدمشق، وبعد الشوط أول سلبي النتيجة نجح الطليعة بافتتاح باب التسجيل بوسط لاعبه مروان صلال في الدقيقة 64. وفي الدقيقة 73 عدل الوثبة النتيجة عن طريق علي غصن، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق طرد الحكم لاعبا الوثبة سعد أحمد وسعيد برو لتنتهي المباراة بالتعادل. وفي الأشواط الإضافية لم يستغل الطليعة النقص العددي في صفوف منافسي لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للوثبة بسبع ركلات مقابل ستة للطليعة ليتوج الفريق بلقبه الأول في بطولة الكأس ويحجز مقعده في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي الموسم المقبل. بعد في هناك ركلة بعد في إن سجل سيكون تاريخ كبير لفريق الوثبة. حسين رحال يتقدم. نعم كابتن سليمان، أخيرا الكرة تنصف فريق الوثبة العريق والمجتهد، الوثبة الذي لم يصفر بلقب الدوري ولا الكأس للمرة الأولى يصفر بهذا اللقب، فعلا فريق الوثبة مع احترامنا لفريق الطليعة ولغيره من الفرق فهو استحق اللقب عن جدارة واستحقاق. بالضبط أستاذ عبد الجبار، نبارك عبر قناة اليوم لفريق الوثبة بحصوله أول مرة على كأس الجمهورية، وفريق نشيط ويستاهل. طبعا إذا عدنا كيف تأهل الوثبة أو الطليعة، طبعا الوثبة في مجريات الكأس الجمهورية أقصى أفضل الفرق الوحدة والنوعية، بينما الطليعة أقصى الجيش والتشريف، فإذا الفريقين وصلوا للنهائي بجدارة. نعم. اما فريق الطليعة استاذ عبد الجبار اذا بدنا نحكي فنيا على الشوط الاول، انا برايي المباراه بالشوط الاول كانت دون الوسط، غلب عليها الشد العصبي والحماس الزائد والخشونه الزائده، طبعا هذا ادى الى انخفاض المستوى فنيا. المباراه في الشوط الاول كانت خاليه من جمل تكتيكيه او اللمحات الفنيه. لانهم ليش استاذ عبد الجبار؟ لانهم لعبوا بعقليه الديربي ولم يفكروا بفكر المباراه النهائيه. الوسبة هو كان أكثر توازنا وأفضل في الوسط الملعب ونقل الكرة وترابط الخطوط، ولكن مع عقم هجومي، بينما الطليعة لعب بتكتيك دفاعي والاعتماد على الباص الطويل للاستفادة من خبرة الزينو والصلال، أي الاعتماد على الحلول الفردية. طبعا إذا بنحكي بلغة الفرص،
اول فرصه كانت للطريقة في الدقيقه الثانيه من المباراه عن طريق كابتن سليمان. الوقت يداهمنا، خلينا ندخل في المضمون. يعني بصراحه خلينا نحكي شوي عن الوسبه وعن حارسه العملاق الذي تصدى، كان نجم ركلات الجزاء، تصدى لركلتين، هو حسين الرحال تصدى لركلتين وسدد الكره الحاسمه واحرز هدف وتوج مع فريقه بلقب كاس سوريا لكره القدم. بالضبط استاذ عبد الجبار، هلا المباراه فنيا لازم تطلع على، يعني اذا كان في انصاف هو طلع الاقرب للفوز، ولكن والفريق طلع و يعني المدرب ماهر بحري لم يستغل النقص العددي لفريق الوسبي، ولم يستغل المساحات، حتى لديه كان نصف ساعة أو أكثر لعبا يعني شوطين إضافيين قبل نهاية الوقت الأصلي فعلا بخمس دقائق، أو تم طرد لاعبين من فريق الوسبة. طرد اللاعب الأول هو كان إعاقة للاعب، طبعا أستاذ عبد الجبار هون بدنا نشيد بالشوط الثاني اللي كان هو شوط المدربين بامتياز، يعني تبديلات موفقه وده وكان تاثير في رفع مستوى الشوط الثاني فنيا. الطرد طبعا الطرد كان هو انفراد كامل للاعب البديل خالد ديناري اللي عاقه اللاعب سعد احمد بطاقه حمراء، ونتيجه الاعتراض الجماعي للاعبين الوسبي طرد على اسيا ايضا اللاعب سعيد برو. طبعا استاذ عبد الجبار هنا نقول الاعتراض في كره القدم انقرضت، يعني ما ظل في اعتراض في كره القدم غير بالدوري السوري. طبعا هذا هون في اسمه ثقافه كره القدم، الاخلاق الرياضيه، العمل ليس بس انه تشتغل على الناحيه الفنيه للاعبين، بدك تشتغل على الناحيه الاخلاقيه والناحيه الفكريه والناحيه الثقافيه للاعب، ثقافه كره القدم. صحيح. اذا بدنا نرجع على الجزاءات استاذ عبد الجبار، الجزاءات هي خص، انا برايي الوسبي قدر بحنكته وبخبرته وخبرة مدربي رافع خليل في الحفاظ على النتيجة. طبعا كمان هو بدنا نوصف الفريقين انه كان في تعب وجهد في الشوطين الاضافيين، ادى ايضا الى انخفاض مستوى اللاعب الفني في ال 30 دقيقة الاخيرة، ولكن ومع ذلك نهنئ للوسبي على حكته وخبرته في التعامل. نعم، ونحن أيضا كابتن سليمان نبارك لفريق الوسبة تتويجه بلقب كأس سوريا لكرة القدم، وهارد لك وحظ أوفر لفريق الطليعة في مناسبات قادمة. نهاية الوقت المخصص للحلقة، كل الشكر لك الكابتن سليمان يوسف النجم السابق في ناديي الجهاد وتشرين والمدرب الحالي لشباب نادي تانجين السويسري، كنت معي مباشرة من سويسرا. وحتى نلقاكم مشاهدين الكرام في حلقة مقبلة، تقبلوا من كادر برنامج الرياضة اليوم أجمل التحيات وإلى اللقاء. نيمار شعل النار، نيمار.